السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا بكم أخواني في الوطن العربي وفي العراق وفي العالم. رحب بكم أجمل الحيب، ومعاكم زياد هادي الأستاذ، أستاذ آلة العود والغناء العربي في العراق، ورحب بكم أجمل الحيب. اليوم احنا عندنا مقام الرست. كثير من الناس، كثير من الأصدقاء، كثير من المشتركين في هذه القناة يسألوني على المقام، مقام الرست، شلون مقام الرست وكيف يبدي. قبل ما أبدي أحب أنوه على الدورات الموسيقية اللي هي أونلاين مباشرة وياي، تقدرون تشتركون، هي 8 محاضرات شهريا، تشترك وياي وموجود رقم الهاتف اللي أسفل الفيديو، أي فيديو تلقى أسفله رقم كامل للواتساب حتى أنت تقدر تسألني حول القيمة، المبلغ المادي اللي هو إن شاء الله بسيط. ونرجع إلى موضوعنا، موضوع المهم وهو مقام الرست. بدينا في مقام الرست لأنه يعتبر كأب للمقامات، مقام الرست، واللي هو راح نشوفه من خلال الأمور التالية. مقام الرست راح نعمل السكيل، يعني السلم لمقام الرست حتى تعرفونه على آلة العود. هذا مفتاح صول وهذا المدرج، وراح نبدي نشتغل السلم. لكل مقام خلوها في بالكم درجة موسيقية، يعني إذا بدأ بالدو ينتهي بالدو، إذا مقام بدأ بالري يبدي بالري. أتكلم عن السلم، يعني الدرجة مالت الأساسية. يعني عندنا إحنا مقام الرست، مقام الرست هو يبدي من الدو، ري، مي، فا، صول، لا، سي، دو، تمام؟ هذا صعودا. فراح يصير عندنا جنس رست على درجة الرست أو على درجة الدو، وراح يصير عندنا رست على الصول. يعني يصير هذا عندك جنسين. طبعا الدليل مالته سي بيمون، سي كار، مي كار بيمون، سي كار بيمون، مي كار بيمون، سي كار بيمون، مي كار بيمون. هذا الدليل مالته. كل أربع درجات وهي جنس، يعني جيم زين أني رست على درجة الدو، وهذه أربع درجات أخرى جيم زين أني جنس، يعني رست على النوى. النوى شنو يعني؟ على الصول. هذه أجناس، يعني بتعزف بيها تقوم تحس بيها، تحس بيها بالشغل. زين، هذا بالنسبة للصعود لمقام الرست. كثير من عندهم انه من يشرحون هذا الشيء او يشرحون مقام الرست، ما يشرحون انه نزول الشاح ياخذ، النزول ما تشوف الشاح ياخذ. ضع عليه، راح نمسح، نمسح هذه، قناتنا هي الجميلة الفريدة بدراسة العود وتلخيصاته للمدرسة العراقية. راح يصير عندنا كالتالي، وهذه الخطوط حتى تكون واضحة. راح يصير عندنا نزولنا من الدو، سي، لا، صول، فا، مي، ري، دو. هنا ايضا هذا دو، راح عندنا اجناس. اول شيء عندنا جنس من الدو للصول، هذا دو للصول، راح يصير عندنا جنس، جنس لهاوند على الصول، جنس لهاوند، جنس لهاوند على الصول. زين عيني، وعدكم ايضا من الصول للري جنس فيات، من الصول الى الري جنس فيات على
الريد. هذا صار عندنا جنسين، اول شيء عندنا هاويند وصار عندنا جنس بيات، هذا كله تحسونه بالنزول مالته زين. ليش؟ لانه هذا بالنزول السي كار، هذه بالنزول هاي السي راح تصير تنزل سي بيمول، يعني انت تصعد سي كار بس بتنزل سي بيمول، فلذلك ايش يصير عندنا هاويند تحس بي جنس عجم على درجة الفا. اوكي، من السي بيمول الى الفا. عند جنس اخر من الصول الى الميكار، من الصول الى الميكار راح يصير عندنا جنس ثلاثي على درجة السيجا. السيجا يعني شوف، شوف هذا المقام ايش قد بيه شغل بس ما حد مفسره. يعني بالنزول يصير عندنا جنس هاويند على الصول وبيات على الري، وايضا يطلع عندنا عجم على الفا، ويطلع عندنا جنس ثلاثي على درجه، على درجه السيجا، لانه من الميكار معنى السيجا، سيجا ميكار سيجا، فدائما جنس السيجا يكون ثلاثي يعني من ثلاث درجات فقط. فتلاحظون صول فا مي ميكار، هذا هو الجنس الثلاثي. هذا بالنسبه لل الرست، وبمعنات، بمعنات شنو؟ بمعنات راح نكتب الاجناس انا مسجلها. اول واحد جنس رست على الدو، اثنين جنس رست على صول، ثلاثه بعش عندنا راح يصير عندنا جنس نهاوند، جنس نهاوند عندنا على صول. هاي الاجناس، اجناس مقام الرست اربعة. راح يصير عندنا الرابع واحد عجم، جنس عجم على الفا، لان احنا عندنا تسميات في العراق الجهرقاء، الجهرقاء يعني درجة الفا. خمسة شي يصير عندنا بعد بيات، جنس بيات على الري. ستة راح يصير عندنا جنس سيجا ثلاثي. هاي الأجناس لمقام الرست اللي موجودة، وتقدرون مثل ما كتبت لكم اياه من الدول دول تصعدون وتنزلون، لكن احنا ناخذها بتفاصيل اكثر بالدورات الموسيقية اللي يشتركون بها الطلبة من خلال الواتساب اللي اسفل كل فيديو. وبخدمتكم احنا، ولا تنسون اللايك والاشتراك في هذه القناة اللي هي دروس اكاديمية وتحت خدمتكم، لانه تابعوا هذه القناة لانه راح ناخذ شلون تعلم نفسك نوطة وقراءة النوطة بصورة سهلة وبسيطة. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.